بسم الله الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى دهر دور كلها امين. نلتقي مع القديس كيرلس الكبير في تفسيره لانجيل معلمنا ماري لوقا البشير الاصحاح 20 العظه 136 بعنوان حديث الرب مع الصديقيين بخصوص قيامه الاموات. فيها القديس كيرلس بيفسر الاعداد من 27 ل 38. وحضر قوم من الصدوقيين الذين يقاومون أمر القيامة وسألوه: يا معلم، كتب لنا موسى إن مات لأحد أخ وله امرأة ومات بغير ولد يأخذ أخوه المرأة ويقيم نسلا لأخيه، فكان سبعة إخوة، وأخذ الأول امرأة ومات بغير ولد، فأخذ الثاني المرأة ومات بغير ولد، ثم أخذها الثالث، وهكذا السبعة، ولم يتركوا ولدا وماتوا، وآخر الكل ماتت المرأة أيضا، ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ لأنها كانت زوجة للسبعة. فأجاب يسوع: أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، ولكن الذين حسبوا أهلا للحصول على ذلك الدهر والقيامة من الأموات لا يزوجون ولا يزوجون، إذ لا يستطيعون أن يموتوا أيضا، لأنهم مثل الملائكة وهم أبناء الله إذ هم أبناء القيامة. وأما أن الموتى يقومون فقد دل عليه موسى أيضا في أمر العليقة، كما يقول: الرب إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، وليس هو إله أموات بل إله أحياء، لأن الجميع عنده أحياء. الجهالة يصحبها التهور عادة، وهي تؤدي بالناس إلى أن يعلقوا أهمية كبرى على أوهامهم البائسة. وهكذا فإن أولئك الذين هم ضحايا لهذا الداء عندهم فكرة عظيمة عن أنفسهم، ويتصورون أنهم يملكون معرفة لا يستطيع أحد أن ينكرها. ويبدو أنهم قد نسوا قول سليمان: لتكن حكيما في عيني نفسك، أي بحسب حكمك الشخصي، وأيضا أن الحكمة التي لا تمحص تضل الطريق. فإنه ليس بالضرورة أن تكون آراؤنا صحيحة عن كل تعليم نعتقد به، إذ ربما يحدث أن نحيد عن الطريق الصحيح فنخطئ ونسقط فيما هو غير مناسب. ولكن أظن أنه من الصواب إذا مارسنا حكما نزيها وبلا تحيز وبغير استسلام لاندفاع العواطف، فإننا يجب أن نحب الحق ونسعى إليه باشتياق. قديس كيرلس بدأ العزة بتاعته إنه بيرفض عدم الحكمة أو الجهالة، وبيقول دايما إن الإنسان اللي مش حكيم إنسان متهور، وبيبقى حاسس إنه عنده بعض الأوهام والمعتقدات اللي بيعتمد عليها اعتماد قوي قوي. وبيقول إن الناس اللي عندهم المرض ده بيبقوا متخيلين إنهم حاجة عظيمة عند أنفسهم، وإنهم عندهم معرفة محدش يقدر ينكرها عنهم من الناس. وهم طبعا نسيوا سليمان الحكيم لما قال: لتكن حكيما في عيني نفسك. عشان كده قديس كروس بيقول: مش بالضرورة دايما آراءنا تكون صح عن كل تعليم نعتقد به، لأننا احنا أحيانا نحد عن الطريق الصحيح فنخطئ ونسقط في اللي هو في حاجات مش لا تناسب ان احنا نسقط فيها. عشان كده لازم ان احنا نحكم حكم دايما نزيه من غير تحيز ومن غير ما نستسلم لعواطفنا. والقديس كروس بيحط مبدأ مهم قوي، هو ان احنا لابد لينا ان احنا نحب الحق ونسعى اليه باشتياق، ما نكونش عندنا تحيز في الحكم على الامور، لا، يهمنا ان احنا نحكم بالحق. اما الصديقيون الاغبياء إنهم لا يعطون احتراما لمثل هذه الأفكار. كان الصدقيون شيعة من اليهود
قد أوضح لنا لوقا فيما ما هو رأيهم الذي كانوا يفكرون به من جهة قيامة الأموات، فيكتب في أعمال الرسل لأن الصدوقيين يقولون إنه ليس قيامة ولا ملاك ولا روح، وأما الفريسيون فيقرون بكل ذلك. لذلك قد حضر قوم منهم إلى المسيح مخلصنا جميعا الذي هو الحياة والقيامة، وحاولوا أن يدحضوا عقيدة القيامة، ولأنهم قوم ممتلئون بالخزي وغير مؤمنين، فإنهم اخترعوا قصة مفعمة بالجهالة ومملوءة بالافتراضات السخيفة، محاولين بخبث أن يلغوا رجاء العالم كله. إننا نؤكد أن رجاء العالم كله هو القيامة من الأموات، الذي صار المسيح هو البكر والبكورة بالنسبة لهم. ولذلك فإن الحكيم بولس أيضا إذ يجعل قيامتنا معتمدة على قيامته، فإنه يقول: إن كان الموتى لا يقومون فلا يكون المسيح قد قام. ثم يضيف إلى ذلك أيضا كما لو كان يمتد بالفكر المضاد إلى نهايته: إن كان المسيح قد قام من الأموات فكيف يقول قوم بينكم أن ليس قيامة من الأموات؟ والذين يقولون هذا كانوا هم الصدوقيون الذين نتكلم عنهم الآن. قديس كيرلس بيقول الصديقيون كانوش بيعطوا أي احترام للأفكار اللي بيعلنها الحق الإلهي، كانوا هم شيعة، يعني زي فئة أو طائفة من اليهود، وكانوا ما بيؤمنوش بالقيامة، وده اللي ذكره القديس لوقا في سفره الثاني اللي هو سفر أعمال الرسل. عشان كده في ناس منهم حضروا لربنا يسوع وابتدوا يرفضوا عقيدة القيامة قدامه، أو يضحضوها، يعني يفندوها كده ويقولوا لا دي ما تنفعش ولا دي تنفع، بيضحضوا أو بيرفضوا عقيدة القيامة أمام من هو القيامة والحياة. القديس كيرلس يقول كده، وقال بقى اخترعوا قصة مليانة عدم حكمة وبعض الافتراضات السخيفة اللي ملهاش أصل، وبيحاولوا بخبثهم انهم يلغوا رجاء العالم كله. قديس كيرلس في عبارات شديدة اللهجة يقول كده، يقول كلمات جميلة، او يقول ايه: اننا نؤكد ان رجاء العالم كله هو القيامة من الاموات. دي عبارة لازم تتبروز، لاني القديس كيرلس بيقول ان ده رجاء العالم كله. والحقيقة فعلا لو احنا نشوف في كل العالم هنلاقي ان القيامة من الاموات كان معتقد موجود حتى في الديانات الوثنية، زي مثلا الفراعنة كان عندهم القيامة من الاموات او البعث والخلود، دي عقيدة مهمة جدا، عشان كده كانوا يهتموا بالمقابر. ومفيش ديانة في العالم لا تعطي اهتمام لعقيدة الموت والقيامة. وابتدى القديس كيرلس يقول ويستخدم من كلمات بولس الرسول اللي استخدمها في رسالته الأولى لأهل كورنثوس صح 15، مرة يقول: لو الموتى ما بيقوموش يبقى المسيح ما قامش. ومرة تانية يقول إيه: لو كان المسيح قام إزاي فيكم ناس بتقول إن الأموات مش هيقوموا؟ بيحاول يثبت الفكرة بأكتر من طريقة في الكلام والأسلوب. ولكن دعنا نفحص إن أردتم هذه الرواية المزيفة التي بلا معنى التي صاغوها. هي فعلا قصة بلا معنى، إزاي يعني يبقى في 7 إخوات يتجوزوا واحدة هم كلهم ولا واحد فيهم يخلف وكلهم يموتوا؟ يعني قصة خيالية مفيش في الواقع كده. يعني أول حاجة، أول افتراض كلهم ما بيخلفوش، تاني افتراض كلهم محدش عاش فيهم. يعني ممكن نلاقي في عيلة حد ما بيخلفش، لكن مش كله ما بيخلفش. ممكن نلاقي في عيلة حد بيموت وهو شاب، بس مش كله بيموت وهو صغير. فيعني القصة يعني مش من الواقع. يقولون كان 7 إخوة وصاروا على التوالي أزواجا لامرأة واحدة بحسب متطلبات ناموس موسى.
ثم ماتت هي أيضا بدون أولاد، ففي القيامة لمن منهم تكون زوجة؟ إن السؤال الذي يطرحونه هو بلا معنى، كما إنه لا يتوافق بأي حال مع الكتب الموحى بها، وإجابة مخلصنا فيها تكفي تماما لإثبات حماقة روايتهم، وتجعلنا نرفض خيالهم المزيف كما نرفض الفكرة التي تأسس عليها. مفيش حاجة من السؤال اللي سألوه تؤكد إن هم بيفهموا في الكتب المقدسة، لأن لو كانوا عارفين الكتاب المقدس كويس، الكتاب اللي موحى به من الله، كانوا قدروا إنهم ما يقولوش الكلام اللي من خيالهم اللي مليان جهالة وعدم حكمة، لأن الرواية دي رواية خيالية هم ألفوها على فكرة هم أسسوها، هي عدم القيام، عدم القيامة، مفيش قيامة. وأظن أنه من الصواب أن نتهمهم بأنهم يقاومون بغباء الكتب الموحى بها، وأن نوضح أنهم قد جانبوا الصواب تماما وابتعدوا عن المعنى الذي تعلمه الكتب المقدسة. تعالوا ودعونا نرى ماذا قالت جماعة الأنبياء القديسين بخصوص هذا الموضوع، وما هي التصريحات التي أعلنها رب الجنود بواسطتهم. إنه يقول عن أولئك الراقدين من يد الهاوية أخلصهم، من الموت أفديهم، أين قوتك يا موت؟ أين شوكتك يا هاوية؟ أما بخصوص المقصود بقوة الموت وبشوكته أيضا، فإن المبارك بولس قد علمه لنا بقوله: أما شوكة الموت فهي الخطية، وقوة الخطية هي الناموس. لأنه يقارن الموت بالعقرب الذي شوكته هي الخطية، لأنه بسمه يقتل النفس، ويقول أن الناموس هو قوة الخطية. ويتعرض القديس بولس هو نفسه ثانية في موضع آخر ويقول: لم أعرف الخطية إلا بالناموس، إذ حيث ليس ناموس ليس أيضا تعد. ولهذا السبب فإن المسيح أخرج أولئك الذين يؤمنون به من تحت سيادة الناموس الذي يدين، وقد أبطل أيضا شوكة الموت أي الخطية، وإذ قد أبطل الخطية فإن الموت بالتالي كنتيجة حتمية قد بطل، لأنه نتج عنها وبسببها دخل الموت إلى العالم. الجزء ده جميل أوي الحقيقة، القديس كيرلس فيه بيتكلم بقوة عن مفهوم الخطية والموت والناموس وعمل المسيح في حياتنا الجديدة. القديس كيرلس بيقول مش غلط لو احنا قلنا ان الصدوقيون دول بيقاوموا الكتاب المقدس، لانهم بعدوا خالص عن طريق الطريق الصحيح او المعنى الصحيح اللي بنتعلمه احنا من الكتاب المقدس. تعالوا كده نشوف النبي هوشع بيقول ايه عن الموت والقيامة. بيقول ان ربنا هيخلص الاموات من يد الهوية ومن الموت افديهم، وبتساءل بيقول: فين يا موت قوتك؟ وفين يا هاوية شوكتك؟ وبيقول ايه المقصود بقوة الموت وشوكته؟ فبيقول ان شوكة الموت هي الخطية. يعني ايه شوكة الموت هي الخطية؟ بيقول ان الموت ده عامل زي العقرب. العقرب بيبقى ليه شوكة، الشوكة دي هي اللي فيها السم، فالشوكة دي هي الخطية. يبقى العقرب اللي هو الموت امتى يكون ضعيف ما يقدرش يتسلط على الانسان؟ لما يكون الشوكة بتاعته ما فيهاش سم، اللي هي الخطية. يعني لو الخطية بطلت هيبطل الموت. طب وايه قوة الخطية؟ هي الناموس. يعني ايه قوة الخطية هي الناموس؟ يعني انا ما كنتش اعرف الخطية الا بالناموس. الناموس وضح ان في خطية، قال زي ما بولس الرسول قال: لا تشتهي مثلا. ما كنتش اعرف ان انا ابص لحاجة غيري دي اسمها شهوة، كنت ببص كده على حاجة غيري وبعدي وانسى. لكن لما الناموس قال لي لا تشتهي، بقيت لو بصيت على حاجة غيري احس ان جوايا الوصية او الناموس بتقول لي لا ما تبصش على حاجة غيرك وما تشتهيهاش، فبقيت بأحارب اكتر اني عايز اشتهيها اكتر.
بالمعنى اللي احنا بنقوله الممنوع مرغوب، فصارت الخطية ليها قوة أكتر من خلال الناموس والوصية. عشان كده ربنا يسوع عمل إيه بقى؟ كل واحد آمن بربنا يسوع، ربنا يسوع خرجه من تحت سيادة الناموس. ليه؟ لأن الناموس بيدين، وبالتالي أو أبطل شوكة الخطية. إذا كانت الخطية بتستقوى على الإنسان بالناموس، فربنا أبطل الناموس، فما بقاش فيه سلطان للخطية اللي كانت تستقوي بالناموس. وبالتالي بدل ما فيش سلطان للخطية، ما فيش فيه سلطان للموت، فأبطل الخطية والموت كنتيجة حتمية لإبطال الخطية. يعني لأني بسبب الخطية وكنتاج عنها دخل الموت العالم. وكما أن الله قد أعطى الوعد وخلصه من يد الهاوية ومن الموت أفديهم، هكذا أيضا فإن الأنبياء القديسين يتوافقون مع الأحكام الصادرة من فوق، لأنهم يكلموننا ليس برؤية قلبهم ولا من مشيئة إنسان، ولكن من فم الله، كما هو مكتوب: طالما أن الروح القدس هو الذي يتكلم فيهم، هو الذي يعلن في كل أمر ما هو حكم الله وما هي مشيئته المقتدرة وغير القابلة للتغيير. لذلك يقول لنا أشعياء النبي: تحيا أمواتك، وأولئك الذين في القبر سيقومون، والذين في الأرض سيبتهجون، لأن طلق هو شفاء لهم. وأنا أعتقد أن النبي يقصد بالطل قوة الروح القدس المحية، وذلك التأثير الذي يلاشي الموت، لأنه قوة الله وقوة الحياة. ربنا أعطى الوعد من خلال هوشع إن يده هتخلص كل أحد من الهوية والموت، ومن الموت هيفدي الناس. قديس كرولوس بيقول إن الأنبياء ما كانوش بيتكلموا من نفسهم، كان الروح القدس هو اللي بيتكلم فيهم، وأي حاجة الأنبياء بتقولها هي حسب مشيئة الله وهي غير قابلة للتغيير. وذكر نبوة أشعياء اللي بتقول إن الأموات هيحيوا، واللي في القبر هيقوموا، واللي في الأرض هيبتهجوا. ليه؟ لأن طلق هو شفاء له، وبيقول الطل هو الندى، فبيقول إن الطل ده دايما الكتاب المقدس يشبه المية أو الروح القدس بالمية، زي ما ربنا يسوع قال: من آمن بي كما قال الكتاب تجري من بطنه أنهار ماء حي. هنا طبعا قديس يوحنا نفسه اللي بيقول كده في الإصحاح الثامن من إنجيله، بيقول إن كان يقول هذا عن الروح القدس الذي كان المؤمنين به مزمعين أن ينالوه، لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد، لأن يسوع لم يكن قد مجد بعد. فالطل هنا هو الروح القدس اللي بتأثيره الموت بيتلاشى، لأن الروح القدس هو قوة الله وقوة الحياة. ويقول أيضا داود المبارك في موضع ما في المزامير عن كل ما على الأرض: تنزع روحهم فيموتون وإلى ترابهم يعودون، ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. هل تسمع أن نعمة الروح القدس العاملة والمحية سوف تجدد وجه الأرض؟ ويقصد بوجه الأرض جمالها، ويفهم بذلك أن جمال الطبيعة البشرية سوف يكون على غير فساد، لأنه مكتوب: يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع في هوان ويقام في مجد. كمان داود النبي بيقول: روحهم هتنزع فيموتون وللتراب يعودون، ولكنك ترسل روحك فيخلقون وتجدد وجه الأرض. قديس كرولوس بيقول إن تجديد وجه الأرض، وجه الأرض هنا يعني جمالها، بيشير إلى الأرض، تشير إلى الطبيعة البشرية اللي أخذت منها. فجمال الطبيعة البشرية دي هيرجع ويصير على غير فساد، تجدد وجه الأرض، يعني مش هتفسد تاني الطبيعة البشرية زي ما فسدت في المرة الأولى بسقوط آدم. زي ما قال القديس بولس في رسالته: إن يزرع في فساد
ويقوم في عدم فساد، يزرع في ضعف ويقوم في قوة. كل ما هو للحياة الجديدة والعهد الجديد هو غير فاني وغير قابل للفساد أو الموت أو التغيير. ومرة أخرى فإن النبي أشعياء يؤكد لنا أن الموت الذي دخل بسبب الخطية لا يحتفظ بقوته على ساكني الأرض إلى الأبد، ولكنه يتلاشى بقيامة المسيح من بين الأموات، وهو الذي يجدد العالم ويعيد تشكيله إلى ما كان عليه في البداية، كما هو مكتوب: لأن الله خلق جميع الأشياء لعدم فساد. أشعياء النبي بيؤكد برضو أن الموت اللي دخل بسبب الخطية مش هيبقى قوي زي زمان على سكان الأرض، لكن هيتلاشى الموت بقيامة المسيح من الأموات. المسيح يجدد العالم ويعيد تشكيله إلى ما كان عليه في البداية. بيقول: لأن الله خلق جميع الأشياء لعدم فساد. سفر الحكمة، الله خلق كل الأشياء لعدم فساد زي ما بنقول في القداس البسيلي. فالنبي أشعياء يقول: يبلع الموت بعد أن قوى جدا، ويمسح الرب الدموع عن كل الوجوه، وينزع عار الشعب عن كل الأرض. ربنا هيخلي الموت القوي جدا ده يبلع ويمسح كل الدموع وينزع العار. والآن هو يسمي الخطية عار الشعب، وهذه عندما تبطل فإن الموت أيضا يبطل معها والفساد يتلاشى، وإذ يأتي به إلى نهاية فإنه ينزع الدموع من الجميع، والنوح أيضا ينتهي، فلا يكون للناس سبب فيما بعد يجعلهم يبكون وينوحون. قديس كيرلس بيقول ان اشعياء النبي بيقول ان الخطيه يسميها عار الشعب، ولما تبطل الموت هيبطل والفساد هينتهي، مش هيبقى فيه فساد. واحنا قلنا ان الفساد والموت والعدم الثلاثه كلمات مترادفه لمعنى واحد، وهينزع الدموع ومش هيبقى فيه حزن ولا بكاء. هذا يكفي لبحثنا بخصوص تفنيد كفر اليهود، ولكن دعنا نرى أيضا ماذا قال المسيح لهم: أبناء هذا الدهر يزوجون ويزوجون، أما أولئك الذين عاشوا حياة كريمة ومختارة وممتلئة من كل سمو وقد حسبوا أهلا أن يبلغوا قيامة مجيدة ورائعة، فهم بالضرورة يرتفعون فوق الحياة التي يحياها أبناء هذا الدهر، لأنهم سيعيشون كما يليق بقديسين قريبين لله، فهم يكونون مثل الملائكة وهم أبناء الله. وحيث إنه يكون قد انتزع منهم كل شهوة جسدية، ولم يعد يوجد موضع باق فيهم للذة الجسدية، فإنهم يشبهون الملائكة القديسين، وهم يكملون خدمة روحانية وليست مادية كما يليق بالأرواح المقدسة، وفي نفس الوقت يكونون مستحقين لمثل هذا المجد الذي تتنعم به الملائكة. قديس كيرلس بيقول كفاية ان احنا نتكلم عن اليهود وعدم ايمانهم، تعالوا نشوف ربنا يسوع قال لهم ايه. قال لهم ان ابناء هذا الدهر، الناس اللي عايشين في العالم، بيتجوزوا وبيجوزوا، لكن الناس اللي هتبلغ قيامة دول هيعيشوا زي الملائكة، قريبين من ربنا، مفيش احتياجات جسدية عندهم، كل شهوة جسدية هتبقى انتهت عندهم، مش هيبقى في مكان للذات الجسدية، هم هيكونوا زي الملائكة القديسين وهيقدموا خدمة روحانية لله وليس خدمة مادية، خدمة تليق بالأرواح المقدسة، وهيكونوا مستحقين بالتالي للمجد اللي تتنعم به الملائكة. وقد أظهر المخلص أيضا جهل الصدوقيين العظيم بأن استشهد لهم بمعلم أقداسهم موسى الذي كان مطلعا جيدا على أمر القيامة من الأموات، فإنه يضع أمامنا الله الذي يقول عن من العليقة: أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. ولكن لمن يكون إلها إذا كان بحسب ادعائهم إن هؤلاء لم يعودوا أحياء؟ فهو إله أحياء، لذلك فبالتأكيد وبكل ما في الكلمة من معنى سوف يقومون عندما تقيمهم يمينه المقتدرة، وليس هم فقط بل أيضا جميع الذين على الأرض. ربنا يسوع أظهر للكتب الفريسيين حاجة من ناموسهم أو من معلمهم
موسى. فأمر العليقة ربنا قال له أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب. إذا كان إبراهيم وإسحاق ويعقوب دول ماتوا، طب هو ربنا إله أموات وإله أحياء؟ هو قال له أنا إله أحياء. فإذا الله هو إله أحياء، إذا اللي ماتوا دول هيقوموا بدل هم دلوقتي أموات وهيحيوا. إذا الله يقول على نفسه أنه إله أحياء، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، هؤلاء الأموات الذين سيحيون لما يد الله يمينه تنتشلهم من الموت. أما القوم الذين لا يؤمنون بأن هذا سوف يحدث فإنه يليق بهم جهالة الصدوقيين، وهم لا يستحقون على الإطلاق أن يحسبوا ضمن أولئك الذين يحبون المسيح. أما نحن فنؤمن بالقائل أنا هو القيامة والحياة، لأنه سوف يقيم الأموات في لحظة في طرفة عين عند البوق الأخير، فإنه سيبوق والأموات في المسيح سوف يقومون في عدم فساد، ونحن نتغير لأن المسيح مخلصنا جميعا سوف ينقلنا إلى عدم فساد وإلى مجد وإلى حياة غير مضمحلة. هذا الذي به ومعه يليق التسبيح والسلطان لله الآب مع الروح القدس إلى دهر الدهور، أمين. الناس اللي هتآمن بالمسيح هتقوم، لكن الناس اللي مش هتآمن فهم هيستحقوا. الناس اللي مش مأمنة إن القيامة هتحدث هم يستحقوا الجهل وعدم المعرفة زي الصديقين، ومش هينالوا كرامة إن هم يدعى عليهم إنهم محبون للمسيح. لكن إحنا اللي بنؤمن بإن ربنا يسوع هو القيامة والحياة، وإنه هيقيم الأموات في لحظة في طرفة عين في البوق الأخير، إن الأموات هيقوموا ويصيروا في عدم فساد، وإحنا نفسنا الأحياء هنتغير، لأن المسيح خلصنا، وده لقب جميل بنقوله دايما في القداس، هينقلنا إلى عدم فساد وإلى مجد وإلى حياة لا تنتهي لا تتبدد مرة أخرى. وإن كان لنا هذا الإيمان فده يجعلنا إن إحنا نكرم ربنا يسوع بالتسبيح الدائم على الدوام، هو اللي دعانا للحياة الأبدية. نختم عظة القديس كيرلس اللي أنارت عيوننا وقلوبنا، ونلتقي معاه في العظة 137 بعنوان المسيح وداود، التحذير من معلمي الناموس. ولربنا كل مجد وكرامة في كنيسته من الآن وإلى الأبد، آمين.